السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم نسبتكم حتى طريقة رائعة للهجرة لكندا وبالضبط لمقاطعة برانس أدوارد الكندية. بحد جوج برامج الهجرة ما غاديش تحتاج فيهم شهادة لغة، والافونتاج ديال هذه المقاطعة هو أن الرد كيكون فقط في 20 يوم كما كتشوفوا قدامكم. يعني كل 20 يوم كيتختاروا مئات المهاجرين باش يهاجروا لهذه المقاطعة الكندية، ولكن باش تهاجر بهذه برامج الهجرة خصك تحقق واحد الشروط، وأنا كنطلب منك حاجة واحدة: دير لايك لهذا الفيديو وشارك في القناة. البرنامج الأول كيتسمى Occupation in Demand، يعني أنك غادي تهاجر انطلاقا عن الوظائف المطلوبة في هذه المقاطعة اللي عندهم خصص كثير فيها. ومن هذه الوظائف انهم كاينين مساعدين العجزة، مساعدين الممرضين، سائقين الشاحنات الكبرى والصغرى، المنظفين، الناس اللي كتخدم في البناء ولا في الصباغة ولا في النجارة ولا اي حاجة عندها علاقة مع البناء، الناس اللي كتخدم في لوزينات ولا المعامل ولا الكزار. يعني كاينين بزاف الوظائف اللي مطلوبة في هذه المقاطعة بالضبط. وهذا هو الشرط الاول باش تقبل في هذا البرنامج الاول، هو ان الوظيفة ديالك تكون من الوظائف المطلوبة في مقاطعة برانس أدوارد الكندية. الشرط الثاني هو العمر ديالك يكون ما بين 18 و 59 سنة. الشرط الثالث هو تكون عندك على الأقل شهادة البكالوريا. الشرط الرابع هو تكون عندك سنة ديال الخبرة في هذه المجالات المطلوبة في كندا. الشرط الخامس هو تلقى عقد عمل في هذه المجالات المطلوبة في كندا، اللي غادي نوريكم كيفاش تلقى عقد عمل في كندا من بعد. والشرط السادس هو خاص باللغة، كما كتشوفوا قدامكم كطالبين أنك يا يكون عندك امتحان اللغة تجيب فيه المعدل الرابع، راه اقل حاجه يمكن لك تجيب في امتحان اللغه هو 4. ولكن نتوما غادي تقول لي انت قلتي في العنوان انك ما غادي تحتاج شهاده اللغه، يعني كاتبين كما كتشوفوا قدامكم يا يكون عندك المعدل 4 او ان الشركه اللي غادي توظفك موافقه على مستواك في اللغه. يعني من بعد ما دير المقابله انهم تيقولوا ان هذا السيد مزيان وعنده اللغه كافية باش يجي يخدم في كندا، وغادي تعمر واحد الفورميلار اللي غادي تقاني حاطو في التعليق الاول. هذاك الفورميلار غادي تصيفطو للشركة اللي غادي تخدم معاهم من اللي تلقى عقد عمل، هما غادي يعمروا المعلومات الخاصة بالشركة، يعني اسم الشركة اللي طاكس ديالهم وجميع المعلومات الخاصة بهم، وغادي يعمروا لك الخانة الخاصة بك، يعني الاسم كامل ديالك، شحال السوايع اللي غادي تخدم، الوظيفة اللي غادي تخدم، ومستواك في اللغة، انهم قابلين انهم يخدموك بدون شهادة اللغة. راه غادي تلقاو كلشي في الفورميلار اللي غادي نحطو في التعليق الاول. البرنامج الثاني هو خاص بجميع الوظائف، يعني الناس اللي عندها جميع الاختصاصات ممكن لها تقدم في البرنامج الثاني، وكيتسمى skilled worker outside of Canada، يعني انك مقيم خارج كندا وغادي تجي تخدم في هذه المقاطعه الكنديه. وباش تقبل في هذا البرنامج خصك تحقق 6 شروط. الشرط الاول هو يكون العمر ديالك ما بين 18 و 59 سنه. الشرط الثاني هو يكون عندك الرغبه والنيه انك تبقى في هذه المقاطعه الكنديه وما تهاجرهاش. الشرط الثالث هو يكون عندك اي دبلوم من بعد البكالوريا تكون قريتي فيه على الاقل سنتين. الشرط الرابع هو يكون عندك الخبره ديال السنتين في هذا المجال اللي غادي تمشي تخدم فيه في كندا. والشرط الخامس هو انك تلقى عقد عمل في كندا في هذه المقاطعه الكنديه، وغادي نشرح لكم كيفاش تلقاو عقد عمل من بعد هذا البرنامج. والشرط السادس هو يكون عندك يا المعدل 4 في امتحان اللغه، او ان من بعد ما درتي المقابله مع الشركه انهم وافقوا انه كان مستواك في اللغه كافي باش تجي تعيش وتخدم به في كندا. راه غادي تلقى كلشي في الفورميلار اللي حاط لكم في التعليق الاول، انك غادي تصيفطها للشركه وهما غادي يوافقوا على كل شيء. دابا نفترض انك حققتي جميع الشروط ديال البرنامج الاول ولا الثاني، ودابا بغيتي تقلب على عقد عمل باش تقدم الهجره لهذه المقاطعه الكنديه. غادي تدخل الموقع الرسمي للعقود العمل في كندا اللي درت عليه بزاف الفيديوهات، هو سميتو جوب بانك، مي غادي تدخل ليها تخرج لكم هذه الصفحه اللي كتشوفوا قدامكم. غادي تمشي تعزل على ادفانس، غادي تعزل المقاطعه الكنديه برانس أدوارد ايلاند، غادي تسيليكسيونيها وغادي تهبط لتحت وغادي تعزل كنديانز انترناشونال كانديديتس، يعني الوظائف اللي غادي تلقى في الموقع خاصه بالكنديين والغير الكنديين الغير مقيمين في كندا. غادي تطلع الفوق وغادي تكليكي على فيو ريسورس، غادي يخرجوا لكم مئات الوظائف اللي كاينه في هذه المقاطعه كما كتشوفوا قدامكم، راه كاينين في جميع المجالات. ولكن انا بغيتكم شنو ديروا هما تعزلوا الوظائف اللي عندهم خصائص كثير فيها اللي ذكرت لكم في الاول، يعني غادي تحققوا من اللائحه وبغيتكم تتقدموا لهاد الوظائف اللي عندهم خصائص كبير، حيت حنا عارفين انهم ما لقاوش اليد العامله باش يعمروا هاد الخصائص ديال هاد الوظائف. يعني انت اللي قدمتي لهم عندك حظوظ كبيره انك تعزل وتمشي بها لكندا. حنا ناخذ كمثال هاد الوظيفه انك غادي تمشي تخدم في كندا كمساعد
عند لي صباغ. وكما كتشوفوا انك الوظيفة ديالك غادي تكون تما فهو انك غادي تساعد الصباغ، يعني تهز لي الماتيريال ديالو وتعاونوا على الصباغه، يعني شي حاجه بسيطه ما غاديش تحتاج منك شي حاجه كبيره، خصوصا انك عندك الخبره غادي تكون عندك الاسبقيه. وكما كتشوفوا اول حاجه كنمشيو نتحققوا منها هو الصالير. هما كاتبين لك غادي تخلص ما بين 16 حتى 20 دولار كندي للساعه، وغادي تخدم 40 ساعه في الاسبوع، وباغين جوج مساعدين ويبداو في اسرع وقت ممكن. ومين كتشوفوا الشروط انهم كاتبين انجلش، يعني تكون عندك لغه الحوار. كما قلت لكم لا كان عندك مستواك في اللغه مزيان راه ما غاديش تحتاج شهاده لغه، فقط في الانترفيو ولا المقابله غادي تعزل. وكاتبين انه خاصو يكون عندك على الاقل دبلوم البكالوريا، ولا كانت عندك الاكسبيريونس غادي تكون عندك الاسبقيه. نفترض انك عجبتك هذه الوظيفه وبغيتي تقدم لها، اعتبرت لتحت في الباج. كما كنوصيكم ديما تحققوا واش التقديم باقي مفتوح لهذه الوظيفه. مي كتشوفوا انه باقي مفتوح غادي تكليكي على شو هاو تو ابلاي، غادي يخرج لك ايميل الشركه، غتكوبي الايميل، غادي تمشي جيميل، غتكتب رساله تحفيز باللغه الانجليزيه وتأسس السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية. وهذه غير نصيحة الناس اللي كتبقى تقول حنا عينا ما نصيفطوا للشركات وتا واحد ما كيجاوبنا. هذه نصيحة لكم، لا صيفطتي 100 سيفي ل 100 شركة وتا شركة ما جاوبتك حتى ولا بالرفض، لا قالوا لك لا حنا سمح لينا ما غاديش نخدموك، لا ما جاك حتى شي جواب، عرف راه ان السيرة الذاتية ديالك غالطة، بان الشركة ما كيضيعوش حتى الوقت ديالهم باش يجاوبوك. يعني نصيحة مني، صحوا السيرة الذاتية ديالكم وطوروها وكتبوا فيه الشركة شنو باغا تسمع منه ولا تقرا منه. راه سولوا الناس اللي دخلوا الجروب وصابت لهم السيرة الذاتية ديالهم على الطريقة الكندية وباللغة الإنجليزية، وسولوهم على الطريقة الاحترافية اللي صابت لهم السيفي. راه غير باش نوضح لكم واحد المسألة، نصيحة مني يا أخي وأختي، صابوا السيرة الذاتية مزيانة لا بغيتو يجيكم الجواب. وملي جاكم الجواب كتبقى المرحلة الثانية هو أنكم تجاوزوا المقابلة، وراه هادشي كامل انا دايرو في الجروب باش نساعدكم وان شاء الله تهاجروا به لكندا. الموقع الثاني والثالث هما مواقع شهيره حتى هما انك ممكن لك تلقى فيها عقود عمل، هو انديد ولينكدين. هاد المواقع راه غادي تلقاو فيها وظائف كثيره في هاد المقاطعه الكنديه. كما كتشوفوا قدامكم كاين اكثر من 760 وظيفه في لينكدين في المقاطعات برنس ادوارد الكنديه. يعني نتوما ما عليكم غير تدخلوا هاد المواقع وتراسلوهم وتصيفطوا السيره الذاتيه على الطريقه الكنديه. حنا ناخذ كمثال هاد لينكدين، مي غادي تكليكي عليه غتخرج لكم هاد الصفحه اللي كتشوفوا قدامكم، غادي تطلعوا الفوق وغادي دير ريسيرش على الوظائف اللي عندهم خصائص كثير فيها. بحال حنا غادي ندير سائق الشاحنات الكبرى، غادي تكليكي عليها وتكليكي على ريسيرش، غادي يخرجوا لكم جميع الوظائف اللي كاين حاليا في الموقع في مقاطعه برنس ادوارد الكنديه. غادي تكليكي على الوظيفه، غتكليكي على ابلاي، وغادي تصيفط السيره الذاتيه ديالك باللغه الانجليزيه وعلى الطريقه الكنديه. دابا نفترض انك حققتي جميع الشروط، لقيتي العقد العمل، شنو غادي دير من بعد؟ غادي تدخل الموقع الرسمي للهجره لمقاطعه برنس ادوارد الكنديه اللي غادي تلقاني حاطه في التعليق الاول. غادي تخرج لكم هذه الصفحه اللي كتشوفوا قدامكم، غادي تمشي تكليكي على كرييت ان اكاونت، غادي طلبوا منك الايميل والباسورد وتكونفيرمي الباسورد. من بعد غادي تكونفيرمي انت راه ماشي روبوت، كليك على ريجيستر. من بعد غادي يطلبوا منك الاسم كامل ديالك، الجنس ديالك، تاريخ الازدياد، نيميرو التليفون، الباسبور ديالك والنيميرو الباسبور، وفوقاش غادي تنتهي الصلاحيه ديالو. من بعد غادي يسولك على الجنسيه ديالك والدوله والمدينه المزداد فيها. من بعد غادي تكليك على نكس. من بعد غادي يخرجوا لكم جميع الاجوبه اللي درتو تحققوا منهم، غادي تكونفيرمي ان جميع الاجوبه راه صحيحه، وغادي تكليك على كرييت. من بعد غادي تحمل نسخه من الباسبور ديالك ونسخة من العقد عمل اللي صيفط لك الشركة، وهذاك الفورمير اللي صيفطتي للشركة حتى هما عمرو، غادي تحملها تما، غادي تحمل السيرة الذاتية ديالك باللغة الإنجليزية وعلى الطريقة الكندية، وجميع الوثائق المطلوبة منك غادي تحملها في الموقع. من بعد هما من اللي غادي توصلوا بجميع المعلومات الشخصية ديالك والوثائق ديالك، غادي تحققوا منهم وغادي تحققوا من العقد عمل أنه صحيح. من بعد في أقل من 20 يوم غادي يتم الاختيار ديالك باش أنك تهاجر المقاطعات برنس ادوارد الكنديه. ولكن غادي تدوز من المرحله الاخيره، هي انك تاخذ موعد مع السفاره الكنديه، تاخذ الباسبور ديالك تما، وتاخذ لاتخ كونفيرماسيون انه تم القبول ديالك في مقاطعه برنس ادوارد الكنديه، زائد نسخه من العقد العمل اللي غادي تديهم للسفاره الكنديه باش تخرج لك الفيزا ديالك وتهاجر بها لكندا في اقل من 30 يوم. كنتمنى يا اخي واختي هذا الفيديو يكون واضح واستفدتوا منه شي حاجه وعرفتوا طريقه التقديم خطوه خطوه لهذه المقاطعه الكنديه. وكنتمنى التوفيق والنجاح للجميع، وما
تنساش دير حد لايك وكومنت وبارطاجي مع صحابك حتى هما يهاجروا لكندا بهالطريقه. وكما كنقولوا ديما الهدف الاول هو الهجره.